هو ليه بيختلف مذاق الأكل باختلاف الأشخاص؟ وليه في شخص ممكن يحب أكلة ما يحبهاش الشخص التاني؟ بيتم تحديد حساسيتك للطعم عن طريق مستقبلات للتذوق بيسموها البروتينات، فكل واحد فينا عنده مجموعة من الجينات مختلفة عن الشخص الآخر، وكل فرد عنده حساسية فريدة للتذوق. مثلا هناك أشخاص بيسموهم الأشخاص الخارقون للتذوق، دول بيبقى عندهم حساسية تجاه أي مادة كيميائية مرة، في حين ان في افراد تانيين ما يعرفوش يتذوقوا المادة اللي فيها مرارة دي تماما. كمان وجد العلماء جين بيبدو ان هو مسؤول عن تذوق بعض الاشخاص لطعم الكزبرة، يعني هنا اختلف معنى التذوق تماما للشيء. كل واحد فينا عنده براعم على اللسان بيسموها براعم التذوق، وكمان من المعروف ان حاسة التذوق بترتبط ارتباط وثيق بحاسة الشم، فانت لما بيجيلك نزلة برد شديدة وبيكون عندك احتقان شديد في الأنف مستحيل تعرف تستطعم أو تتذوق أي طعم. علشان كده أحد أسباب اختلاف حاسة التذوق عندنا هو إن في بعض الناس عندها قدرات مختلفة على شم الروائح. كمان بيحتوي اللسان على مناطق محددة حساسة للنكهات الأساسية. كمان اكتشف العلماء إن هناك براعم تذوق بتتجاوز الأساسيات زي الملح والكلور والحامض والمر. بيبقى موجود على اللسان حليمات أو نتوءات بيحتوي معظمها على براعم التذوق. الأشخاص اللي عندهم كتير من الحيوانات أو النتوءات ديت بيسموهم الأشخاص الفائقون في التذوق، دولت بطبيعتهم بيحبوا مثلا يضيفوا الكريمة للقهوة أو كمان بيحبوا الطعام الخفيف. وبنلاقي مثلا الأشخاص اللي عندهم نتوءات أو حليمات أقل دولت بيفضلوا مثلا أجنحة الدجاج، فدي بتختلف الأذواق. الموضوع بقى مش مقتصر على الحليمات أو النتوءات اللي موجودة على اللسان فقط، لكن كمان المخ ليه دور في الموضوع ده. دور المخ هنا هو التعرف على الأذواق لأنه بيطلع إشارات بتختلف من شخص لآخر. في عالم وراثة معروف اسمه ألكسندر باخمانوف بيقول إن البشر بيحملوا من 20 ل40 جين، الجينات دي مخصصة لمستقبلات الطعم المر. فعندك مثلا الأشخاص اللي بيعيشوا في المناطق الموبوءة بالملاريا عندهم جين بيخلوهم أقل حساسية للطعم المر. إذا بنستنتج من هنا إن التذوق بيختلف باختلاف البراعم اللي موجودة على لسان كل شخص. وفي نهاية الحلقة نرجو ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.